كان ليه خبر النهارده اجتماع مجلس الوزراء واللي اعقبه مؤتمر صحفي مهم اعلن فيه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزير الماليه احمد كوجك حزمه من التيسيرات والتسهيلات الضريبيه تتضمن مخاطبه كل الفئات من المنشات الصغيره وشركات رياده الاعمال حتى 15 مليون جنيه، دول هيتم اعفائهم من عدد من الضرائب منها الدمغه، وده علشان نساعدهم على التوسع زي ما كانت التصريحات بتقول. وزير المالية كمان قال إن العلاقة ما بين المستثمر يجب أن تتحلى بالسهولة واليسر، وإن يتم تطبيق آلية للعمل لمساعدة الشركات على المنافسة والاستمرار. دكتور مصطفى مدبولي قال إن الوضع الاقتصادي في مصر قادر على الصمود وفي تلبية لاحتياجات الدولة، وإنه بنهاية عام 2025 هيكون نسبة التضخم عندنا أقل من 10%. رئيس الوزراء كمان قال إنه هيتم الإعلان عن حزمة جديدة للتسهيلات للمصدرين، وهيتم الإعلان أيضا عن أخبار جديدة في ملف الطاقة والكهرباء. المواقع الإخبارية اهتمت بخبر رئيس الوزراء، فاليوم السابع كتب رئيس الوزراء إعلان أخبار جديدة في ملف الطاقة والكهرباء الأسبوع المقبل. بوابة الأهرام كمان نشرت رئيس الوزراء يعلن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية، ومجلس الوزراء يوافق على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد. تفاصيل أكتر عن التسهيلات اللي أعلنتها الحكومة وقرارات مجلس الوزراء هنعرفها من المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. خلينا بقى نعرف ابرز التسهيلات الضريبيه اللي اعلنتها الحكومه النهارده في المؤتمر الصحفي. مبدئيا التسهيلات بتهدف لدعم دور القطاع الخاص واعداد سياسه ضريبيه اخذت في الاعتبار ورغبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والمستثمرين. من أبرز المقترحات التطوير التي سنشهدها خلال الفترة المقبلة، أولا يعني تطوير المنظومة بحيث أنه يتم دمج أو انضمام القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي في الدولة، أيضا إيجاد آلية متكاملة بتناسب كافة أنواع الشركات والأنشطة مع تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية. الإقرارات الضريبية كان من الواضح أنه كانت بتتسم بالحجم أو طلب الكثير من المعلومات والتفاصيل، سيتم تبسيط المعلومات التي سيتم تقديمها. أيضا كانت هناك قضية أساسية مرتبطة بالغرامات، كما تعلمين حضرتك أنه التأخر في دفع الضريبة بيترتب عليه غرامات، والغرامات كانت بتتضاعف دون حد أقصى، وبالتالي تم الاتفاق على أن يكون هناك حد أقصى للغرامات لا يتجاوز، بحيث أن الغرامة لا تتجاوز قيمة الضريبة الأصلية. كويس. أيضا هناك نقطة مهمة مرتبطة بتوحيد العمل، أسلوب العمل بين كافة المأموريات الضريبية، وهنا تحديدا بنتحدث عن أسلوب عمل المأمورية وأسلوب احتساب الضريبة. يعني سيكون هناك أسلوب عمل موحد بين كافة المأموريات وتطبيقها للضريبة، وسيكون هناك زي دليل استرشادي سيكون معلن للتعامل بين كافة المأموريات مع الممولين، بحيث أنه يعني يضيف مزيد من الشفافية. في نقطة مهمة أيضا أشار إليها السيد وزير المالية، وهي مرتبطة بوضع نظام للمقاصة، بمعنى أنه كثير من الشركات والمستثمرين يكون لديهم مستحقات لدى جهة ما في وزارة المالية، لدى ربما الجمارك على سبيل المثال، وفي ذات الوقت هم يعني مطالب يعني بيطالبوا بدفع ضريبة لمصلحة الضرائب، فهنا سيكون هناك آلية للمقاصة. هذا الأمر سيخفف من الأعباء الملقاة على عاتق المستثمرين، وسيمكن المستثمر من إجراء مقاصة ما بين المبالغ المطلوبة منه والمبالغ المستحقة. كويس. سيكون أيضا هناك حرص على يعني تسهيل أو عدم وضع عقوبات، يعني سيكون هناك عقوبات أو غرامات متدرجة، بمعنى أنه سيتم التفرقة ما بين من
لم يقدم أي إقرار من قبل، ومن قدم إقرار ولكن لأسباب أو ظروف معينة تخلف عن تقديم الإقرار الأخير، وبالتالي سيكون هناك نوع من مراعاة التدرج في الغرامات أو العقوبات على من يتخلف في تقديم الإقرارات الضريبية. في نقطة مهمة أيضا معالي الوزير أوضح أنه سيتم التفصيل فيها خلال الفترة المقبلة، وهذه النقطة هي مرتبطة بالأساس بالنزاعات الضريبية. سيتم يعني خلال الفترة المقبلة إن شاء الله وضع حد أو إعلان عن سنة أو تاريخ معين. ما قبل هذا التاريخ سيتم تسوية كافة النزاعات الضريبية والعمل على يعني إنهائها بصورة نهائية، بحيث أنه سيتم تحديد مبلغ معين يتم دفعه ومقابل إنهاء النزاعات الضريبية، وهذا الأمر سيؤدي إلى إنهاء عدد كبير جدا من النزاعات الضريبية التي ربما امتدت لسنوات طويلة. طيب سيادة المستشار، واضح من خلال المؤتمر الحقيقة ومن خلال تصريحات دولة رئيس مجلس الوزراء وسيد وزير المالية إن في رسالة الحكومة بتوصلها لمجتمع المال والأعمال في يعني في هذه المرحلة، سواء بنتكلم عن تسهيلات ضريبية، بنتكلم عن الوعود، يمكن الحاجات الخطوات اللي هتبدأ الحكومة تعملها. واضح ان احنا بنخاطب هذا المجتمع تحديدا والقطاع الخاص. بالتأكيد يا فندم، يعني الرسالة الأساسية كما ذكرها السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير المالية هي بناء الثقة مع الممولين والمستثمرين في المناخ أو فيما يتعلق تحديدا بالسياسة الضريبية، وإيجاد مناخ استثماري جاذب. وهذا الأمر يعني لا يجب أن ينظر إليه بمعزل عن السياسة العامة للدولة في دعم القطاع الخاص ودعم الاستثمار، وممكن حضرتك أيضا تنظري إليه في إطار سياسة دعم قطاع الصناعة، كما صدر من قبل منذ عدة أسابيع صدر قرار من معالي السيد رئيس مجلس الوزراء بعدم إغلاق أي مصانع إلا صحيح. بناء على قرار من السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وبعد العرض على السيد رئيس مجلس الوزراء. فإذا يعني هناك إجراءات وعملية إصلاح شاملة بتقودها الدولة من أجل يعني العمل على دعم مناخ الاستثمار، حل مشاكل المستثمرين، وإعطاء يعني أولوية وعملية إصلاح شاملة للقطاعات الأساسية في الاقتصاد المصري والمستثمرين. وهذه القطاعات كما أعلننا من قبل الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. طيب خليني أروح مع حضرتك، لأن رئيس الوزراء أكد أنه هيتم إعلان أخبار جديدة في ملف الطاقة والكهرباء. إيه اللي ممكن نطمن بيه المشاهد النهاردة وحضرتك معانا يا فندم؟ يعني بنطمن بصفة عامة، طبعا يعني سنترك التفاصيل لإعلانها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، لكن بصفة عامة احنا بنأكد على ما سبق أكدنا عليه مرارا من أن الدولة إن شاء الله ستعمل على إنهاء أي تحديات مرتبطة بقطاع الكهرباء والطاقة، وسنعمل على توفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء وزيادة الموارد المتاحة لقطاع البترول وزيادة إنتاج من المواد إنتاج المواد البترولية وتحديدا البترول والغاز الطبيعي. بنعمل على الوفاء بالتزاماتنا تجاه الشركاء الدوليين، وإن شاء الله سنعمل على المزيد من الاستكشافات ومزيد من توفير الموارد لقطاع البترول إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة